في السياق ذاته أجرى وزير الخزانة الأمريكي ستيفن مونشن اتصالا مع رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك لمناقشة المفاوضات بشأن اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة. بحسب ما أورده موقع وزارة الخزانة، شدد مونشن وحمدوك على أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني نهائي. أكد مونشن التزام الولايات المتحدة بدعم اتفاق عادل ومنصف يوازن بين مصالح مصر وإثيوبيا والسودان. في سياق متصل، حثت الأمم المتحدة مصر وإثيوبيا والسودان على العمل معا لتكثيف الجهود لحل الخلافات العالقة بينهما سلميا حول سد النهضة. وأكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفن دوغريك أمس، وذلك خلال مؤتمر صحفي افتراضي، على أهمية إعلان المبادئ الموقعة بين الدول الثلاث في 2015 حول دعم التعاون القائم على التفاهم المشترك والمنفعة المتبادلة وحسن النية والعمل وفق مبدأ القانون الدولي. وقال دوغريك إن الأمم المتحدة تراقب عن كثب التطورات وردود الفعل الصادرة عن الأطراف المختلفة، وذلك حول سد النهضة، داعيا الدول الثلاث إلى السعي نحو اتفاق ودي بموجب إعلان المبادئ.